علاج النفس لو فيها تكبر او فيها احساس بان هي افضل من الغير، علاجها هيكون ازاي؟ لك يعني أولا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقك التواضع، اسأل الله ذلك أولا، ثم تواضعي، زوري الفقيرات في الله، زوري الفقيرات، اتركي شيئا من النعيم لعلة المرض هذا. عمر ركب برزونا فمشي فالبرزون يختال به، يعني يهتز ويختال، نزل عمر وليس على التحريم قال اصرفوا هذا عني، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، يعني شعرت أنني متكبر. فتواضعي، زور الفقيرات، أكرم المساكين، مع سؤال الله سبحانه وتعالى والاستغفار.